السلام عليكم من قناة الإخبارية السورية، أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. تفقد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو يرافقه محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم شركتي غزل جبلة القديم وساحل للغزل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تفقد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو يرافقه محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم شركتي غزل جبلة القديم والساحل للغزل، وجال في صالة الإنتاج واستمع إلى مطالب العمال مثنياً على ما حققته شركة الساحل للغزل عبر إنتاج الغزل الممزوج. طبعاً معنى إنتاج نوعيات جديدة من الغزول الممزوج يعني في أقمشة أيضاً وراء، فهذا كله راح يخلق قيم مضافة عالية لهذه المنشأة، وبالتالي راح ترتفع المردودية الاقتصادية وعمل هذه الشركة. والحقيقة وهذا جهد بذلوا العاملين من إدارة ومهندسين وعاملين حتى طلعوا بنتائج، وهي باكورة هذه الأعمال هذا الغزل الممزوج، وهذا راح يفتح آفاق جديدة لإنتاج أنواع أخرى من الغزول. بدوره أكد محافظ اللاذقية أن معظم مطالب العمال قد تحققت وتمت صيانة الآلات. تقريبا عدد كبير من مطالب الأخوة العمال قد تحقق، الآليات تم صيانتها، أيضا المطالب التي طلبها الأخوة العمال منا كمحافظة بالتنسيق مع السيد الوزير تم من الوضع الصحي، من الوضع الخدمي، من الوضع المعاشي، تم تأمين ضمن الإمكانيات المتاحة كل ما تم طلبه منا. بدورهم أكد مدراء الشركات على أن مطالب العاملين المتعلقة بتحسين ظروف العمل في طريقها إلى الحل، وهو أمر يخدم الجميع لأنه يهيئ بيئة جيدة للعمل. أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن إطلاقها لجملة من التخفيضات للمشتركين الجدد والحاليين على خدمات الإنترنت والمكالمات الخلوية والقطرية خلال شهر أذر. وبيّنت الشركة أن العرض الأول يستهدف المشتركين الجدد الراغبين بتركيب بوابات مزودة الخدمة التابع لها، يتضمن حسم للمشترك بنسبة 50% من أجر التركيب، إضافة إلى حسم آخر بنسبة 30% من أجر الاشتراك الشهري للخدمة لمدة 3 أشهر. أما العرض الثاني يستهدف المشتركين الحاليين ويتضمن تطبيق حسم بنسبة 30% من أجور الاشتراك الشهري لمدة 3 أشهر. أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية دكتور حسام النصر الله على العمل لتشديد الرقابة على كافة المواد والسلع الأساسية لضبط أسعارها والإعلان عنها والتقيد بها. النصر الله أشار إلى أنه سيتم التدقيق في بطاقة البيان ومراقبتها من حيث الجودة، منعا لعمليات الغش والتلاعب بالمواصفات، ومراقبة حركة انسياب السلع للمواد الغذائية وغير الغذائية، وقمع أي ظاهرة أو أسلوب لا يتوافق مع القوانين والأنظمة التموينية المعمول بها، ومنع الاحتكار. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها للائتمانية للديون السيادية لمشيخة قطر إلى سلبية. وكالة التصنيف الائتماني بيّنت أن وضع السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي، متوقعة أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة المركزية نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. أعلنت فو يينغ المتحدثة باسم البرلمان الصيني أن بكين ستزيد نفقات الدفاع بنسبة 7% خلال عام 2017. المتحدثة باسم البرلمان الصيني أوضحت أن التكاليف ستصل إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن النفقات العسكرية ستنمو لزيادة حجم الإنفاق إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. أفادت صحيفة ذا تايمز أن المملكة المتحدة وجدت وسيلة تنقذها من دفع نحو 60 مليار يورو نتيجة انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. وتوصل محامو الحكومة البريطانية إلى أن لدى البلاد الحق في عدم دفع المبلغ المحدد سابقا والبالغ نحو 60 مليار يورو لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقا للتقرير لا يوجد قانون أو معاهدة يمكن أن تجبر بريطانيا على دفع هذا المبلغ، وليس لدى بروكسل أي حق قانوني بذلك.
انتقالا مشاهدينا إلى أسعار العملات، بحسب النشر الرئيسية للمصرف المركزي، الدولار في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا، أما اليورو 544 ليرة و92 قرشا. في أسواق الذهب العالمية، أونصة الذهب عالميا سجلت 1234 دولار و41 سنتا، محليا 18900 ليرة لعيار 21، 16200 ليرة لعيار 18. أما في أسواق النفط العالمية، خام برينت سجل اليوم 55 دولار و90 سنتا للبرميل، الخام الأمريكي 53 دولار و55 سنتا للبرميل. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد.